للمزيد من المتابعة حول فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ينضم إلينا مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، ضعني في الصورة مدى الإقبال والفعاليات داخل أروقة المعرض. نعم، بعد التحية لازلنا نتابع معكم فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54. هذا اليوم هو اليوم العاشر الذي لازال يستقبل الزوار بنسب إقبال شديدة نظرا بالطبع لقرب انتهاء هذه النسخة. قبل هذه الخدمة الإخبارية لاحظنا تواجد كبير جدا من المواطنين من مختلف الجنسيات، سواء كانت العربية أو الأجنبية منها، فهذا يؤكد أن معرض القاهرة الدولي للكتاب أصبح بوابة العالم للثقافة والمعرفة والقراءة، وهناك إقبال من هؤلاء المواطنين على نسبة شراء كبيرة جدا من مختلف دور النشر الموجودة داخل المعرض. وبالحديث عن نسبة المبيعات، يعني الهيئة المصرية العامة للكتاب حققت نسبة مبيعات كبيرة حتى اليوم، تجاوزت 113,000 نسخة داخل الجناح الخاص بها، هذا بالإضافة طبعا إلى نفاذ بعض الطبعات الخاصة ببعض الكتب من بعض دور النشر، وهذا يؤكد نسبة الإقبال الشديدة التي تجاوزت 2.5 مليون زائر حتى الآن. اليوم يعني منذ قليل انتهت أغلب الفعاليات الثقافية والتي كانت في قاعة الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، كانت ندوة بعنوان أغاني صلاح جاهين الوطنية، وأيضا ندوة أخرى بعنوان نحن والعلم، والندوة أيضا الثالثة التي كانت بعنوان يعني المتميزون يشاركون في حماية الوطن، وهذا تنظم مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهي ذراع تثقيفي لهيئة الرقابة الإدارية. أيضا اليوم لاحظنا تواجد مهم كبير من الأطفال، وأيضا يعني لديهم معرفة بالثقافة والمعرفة والكتب المختلفة التي يقبلون عليها خاصة في جناح الأطفال، هذا بالإضافة إلى الدور التوعوي التي تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتنظيم رحلات يومية لهؤلاء الأطفال من مختلف المدارس ومن مختلف المحافظات للتعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وبالمشروعات التي تقدمها المبادرة في مختلف قرى حياة كريمة. هذا فضلا عن الرحلات التي نظمها المعرض لمختلف الشباب وأيضا الأطفال من المدارس أو الجامعات أو المحافظات بشكل عام. قاربت هذه الرحلات إلى 300 رحلة بها أكثر من 20,000 شخص توافدوا على المعرض خلال الفترة السابقة. أيضا يعني وزارة الثقافة تستمر في طرح مبادرة الثقافة والفن للجميع التي تقدم الأسعار الكتب بتخفيضات للزائرين بدءا من جنيه وحتى 20 جنيه للكتب الموجودة. أيضا هناك إقبال على جناح سور الأزبكية يعني أيضا تناول الأسعار والتخفيضات الموجودة في أغلب دور النشر. أيضا لاحظنا اليوم تواجد مهم جدا للفقرات الفنية، منذ قليل كانت هناك فقرة غنائية جميلة لذوي الهمم قدموها للزائرين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا بالإضافة أيضا لكورال أطفال الإسكندرية وبعض الفقرات الفنية التي كانت موجودة اليوم ضمن البرنامج الفني للمعرض. أيضا من ضمن الفعاليات الهامة هو البرنامج المهني الذي يقدم عدد من الورش التي تناقش صناعة الطباعة والنشر، فكان هناك ورشة بعنوان كيفية الحصول على حقوق الترجمة، وأيضا يعني هناك عدد من الندوات والأمسيات الشعرية التي كانت موجودة في قاعة الشعر. نعم محمود. نعم، إذن هو زخم ثقافي كبير على الأراضي المصرية من خلال هذه الدورة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، جزيل الشكر.